وسط السحر والجمال وبالقرب من أبراج العلمين الجديدة وتحديداً بالمنطقة الترفيهية، شاركت وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بفعاليات متنوعة منها السيرك القومي. بنتشرف ان احنا جينا مدينة العلمين، مدينة جميلة جدا، الجمهور بيتفاعل معانا بكثرة. اللطيف ان بيتم مشاركة الاطفال، والاطفال كانوا شاطرين النهاردة جدا في مهرجان العلمين، فاجئوني. اول مرة اشارك في مهرجان العلمين وليا الشرف النهاردة، زي ما انت كنت شايف العرض الجميل، والجمهور كله مبسوط وسعيد. تفاعل واسع من الجمهور وسط فرحة واستمتاع بالاجواء الجميلة بمدينة العلمين الجديدة، كانت هي الشعور السائد على وجوه المواطنين. اكتر حد عجبني في السيرك والسحر، بيعمل فقرات حلوة يعني بيبهرنا فعلا. حلو جدا، وفكرة الساحر حلوة. الساحر كان جامد قوي. شفت الساحر وشفت الأراجوز وشفت حاجات كثيرة. ولسه مهرجان العالم عالمين مستمر في تقديم تجربة فريدة في مصر للجمهور بتقديم كل أنواع الفنون والثقافة.